السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. نقابة المعلمين ترفض قرار وزارة التربية بالدوام وتعلن استمرارها بالاعتصام والعصيان المدني. قررت نقابة المعلمين العراقيين السبت تمديد الإضراب عن الدوام أسبوعا آخر، وذكرت النقابة في بيان لها أنها قررت تمديد الإضراب الأسبوع المقبل حتى يوم الخميس. وأكدت في بيانها: نناشد الطلبة بأننا سنعوضكم عن الدروس التي فاتتكم، نحن نعتصم لأجلكم. وعقدت الهيئة الإدارية المركزية مع فرعي الكرخ والرصافة وبتخويل من المجلس المركزي لنقابة المعلمين اجتماعها في وقت سابق من اليوم، فيما تضاربت الأقوال بينها وبين وزارة التربية بتصريح لها أن يوم غد الأحد دوام رسمي، وتدعو نقابة المعلمين في بغداد بقية المحافظات بالانضمام لها بالإضراب عن الدوام. وأعلنت عدة مديريات التربية لمحافظات العراق إضرابها للدوام الرسمي ليوم غد، تضامنا مع نقابة المعلمين في بغداد لفرعيها الكرخ والرصافة. وإليكم بيان ما جاء بالوثيقة الرسمية من نقابة المعلمين. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.